أعلن البنك المركزي رصد زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، كما أعلن رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية منذ الأربعاء الماضي بمبالغ تخطت نحو 925 مليون دولار. وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي قام بتغطية أكثر من ملياري دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصري. وأشار المركزي إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف للتحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف. وأوضح المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي بقيمة 470 مليون دولار خلال ديسمبر ليصل إلى 34 مليار دولار.